السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الحمد لله الذي وفقنا لهذا اليوم الرابع عشر من تحدي صلاة الفجر في المسجد، ولله الحمد وفقنا الله لتأديتها في المسجد وفي جماعة. مشاهدينا الكرام، إذا كنتم أول مرة تشاهدون قناة أسرار الطبيعة فلا تقلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله تعالى. وكذلك لا تنسونا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليقاتكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. هذا قول رسول الله. نصيحتي للشباب: اغتنموا هذه الأيام التي يأتي فيها الفجر في السابعة. السابعة يعني لم يتبقى إلا قليل للذهاب إلى العمل أو للذهاب إلى الدراسة، فاغتنموا هذه الفرصة الثمينة للمداومة على تأدية صلاة الفجر ولو في المسجد فقط في وقتها. مشاهدينا الكرام، كانت هذه لمحتنا الصباحية في فيديوهات أسرار الطبيعة. لا تبخل علينا بالدعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.